فقرتنا الأخيرة خلال هذه الأمسية أو من خلال مساء الخميس نتحدث عن التعلق العاطفي. التعلق العاطفي بجوانبه المختلفة، في جوانب طبعا إيجابية وممكن أيضا تكون في جوانب سلبية. التعلق العاطفي بمفهومه الكبير، أنا ممكن أكون متعلق بقلم يعني على سبيل المثال أو شيء معين، ممكن أكون متعلق بمكان كذلك، أشخاص معينين، لكن كيف أنه أنا أقدر أسيطر على هذا التعلق وأخليه إيجابي وما يمشي تجاه السلبية؟ للحديث أكثر حول هذه الفقرة معنا داخل الاستوديو كوتش عطيات بكري، مدربة في تطوير الذات وصانعة محتوى إيجابي وناشطة في مجال تمكين المرأة في المجتمع. مرحبا بك، مساء الخير. مساء النور عليكم وعلى جميع المتابعين اللي بتابعونا في كل أنحاء البلاد. مرحبا بك يا كوتش، احنا سعيدين بك جدا ودائما بنكون سعيدين يعني بالفقرات التوعوية. واحنا حاليا بنتكلم عن العلاقات العاطفية وصولا للتعلق العاطفي. خلينا في البداية نتحدث عن العلاقات العاطفية، ومتين العلاقة بتكون علاقة صحية تكلل بالزواج، ومتين أيضا بتكون علاقة سامة إلى حد ما. عموما العلاقات هو مفهوم مهم جدا، احنا كلنا بنحتاجه، لانه انك تلقى لك شريك يدعمك ويحبك ويسندك والكلام الحلو ده كله، دي حاجه مهمه جدا في الحياه. صحيح. وهي اللي بتخلينا نقدر نكمل الرحله بتاعتنا اللي احنا جايين نعملها هنا في الارض يعني. صحيح، لان احنا هنا في الارض جايين في مهمه، ما جايين عشان نتسلى او كده، احنا جايين للعباده والتعمير. فمن التعمير عشان تقدر تعمر الارض لازم يكون معك شريك يقدر يدعمك يقدر يكمل معك الرحله بتاعتك دي. فالعلاقات شيء جميل جدا، لكن احيانا بيختلط علينا الامر في العلاقات، خلينا نقول انه احنا بنبدا نفتكر انه العلاقه بتاعتي مع الشريك دي هي عباره عن حب. ليه؟ لانه بيكون في نوع من انواع خلينا نقول مشاعر، حب يعني، سند، دعم، كل ده بيكون مغلف في السطح. لكن في الواقع العلاقه ما بتكون حب، بتكون فيها نوع من انواع الشده، فيها نوع من التطرف، نوع من انواع الخلل. فهنا بنقول عليها انه ده حاجه شبيهه بالحب اسمها التعلق. طيب ده من خلالك انت يعني هذا الان، او ممكن نستمع لشخص ثاني اثناء ما انا بعبر عن مشاعري المعينه هو يقنعني، يقوم يقول لي لا انت ما بتحبني انت متعلق بي. الفرق شنو بين الاثنين ده؟ الفرق بين الحب والتعلق ان الحب فيه راحه اكثر، هو علاقه ما بين طرفين فوق ارسال واستقبال من الاثنين. يعني ما بديك انت حب وانت ما بترجع لي الحب ده، لازم يكون الحب والدعم والسند والتفهم والتطور كل ما فيما بعض كده قائم على انه يكون في ارسال وفي استقبال. والعلاقه الصحيه في الحب هي بتكون قائمه على انك انت تكون داخل العلاقه دي بنيه. انت داخل العلاقه ليه عاوز ترتبط؟ النيه لازم اي علاقه صحيه وصحيحه انكم تتطوروا مع بعض. صحيح. يدعمك تدعمه، يفهمك تفهمه، يعني يكون موجود في الاوقات اللي انت محتاج فيها زول يسمعك، او في الاوقات اللي انت بتكون فيها شويه لو، وانت تكون موجود في نفس الاوقات دي يدعمك في الاوقات اللي انت بتكون فيها سعيد وفي افضل حالاتك. فلازم يكون في النوع ده. اما التعلق فهو طاقه زايده، يعني بيكون في طرف، لما يكون في طرف متعلق بالثاني بيكون مستمد قيمته من الشخص الثاني. الحب انا عارفه قيمتي وانت عارف قيمتك، احنا مع بعض بنتكامل في النص. اما التعلق لا، انا بكون ما عارفه قيمتي تماما وبجيك عشان انا اخذ قيمتي منك. اللي هي دائما بيكون المشاعر بتاع التعلق، انا يا اما باخذ منك يا سعاده يا امان. يعني بكون شايفه انه الطرف ده انا باخذ منه اما سعاده او اما امان. هو بيمثل لي كده في وجوده، الدنيا بتكون جميله وبنبيه وحلوه شديد، في غيابه الدنيا بتكون عباره عن جحيم، ما بقدر اعيش، ما بقدر اتنفس بالنسمة دي، انا ما قادر اتنفس بدونك. فالتعلق كده. الحب انت موجود الحياة حلوة والحياة فوق دعم وفيها تفهم. انت غير موجود الحياة ما بنفس الدرجة من الحلاوة، لكن انا قادرة اعيش وقادرة امشي اموري يعني. طب كلام جميل كوتش عطيات، واحنا تحدثت انه اي علاقة بتكون بين طرفين بذات العطاء وذات الحب وذات المقدار دي بتكون علاقة صحية تماما. بتصل لمرحلة التعلق يا اما تبقى من الطرفين يا اما تبقى من طرف واحد. واحنا في الوقت الحالي بنشوف كثير من المشاكل اللي بتواجه، خليني يا مصطفى تحيز شويه للفتيات
العنصريه لازم العنصريه لازم ما في مشكله. بتصل الى مرحله الهوس ابسست، هو كان قاعد، هو كان في حياتي، فجاه بقى ما في، خلاني اتعلق به بطريقه يعني مرضيه، ايفن ما بطلع مع صحباتي، بقيت اجتماعياتي قلت طالما هو ما في. طيب في التعلق خلينا نقول حاجتين، اذا الطرف الثاني هو شخص متزن، اذا انت متعلقه بشخص متزن هو تلقائيا حيختفي من حياتك. ليه؟ لانه طبيعي ان انا بديك طاقه، بديك حب، بديك تفاهم، بديك وباخذ منك يعني في نفس الوقت، لكن لما انا اكون بديه وبديه وبديه هو حيحس بالنفور، حيحس بالضيق. لانه الشخص المتعلق بيكون شنو؟ انت وين 24 ساعه؟ صح، بتعمل في شنو؟ صور لي اصحابك، حتقعد لحظتين خنقه، حتعمل شنو؟ كده فاهمه يعني. بالذات الرجال في الحته دي، ليه؟ لانه التعلق اكثر شيء عند النساء. يعني المراه بتتعلق اكثر من الرجل، يعني في دراسات اثبتت الحاجه دي. فانت بتعمل في شنو؟ انت وين؟ لازم تكلمني هسي، لازم ترجع هسي، كده دائما دائما البنت بتعمل كده. فاللي بيحصل شنو؟ الولد مهما كان قوي، مهما كان صنديد، ومهما كان بيحب البنت، في النهايه حيفضل راحته. لانه انت ما مرتاح في العلاقه دي. طالما ما في راحه في العلاقه، اذا المغادره بقت واجب. طيب قبل ما اغادر، كيف انا اخلي الطرف المتعلق شديد ده؟ ما هو انا برضه ممكن اكون متعلق، لكن مش ذكاء مننا، لكن في ناس بيعرفوا، بيقدروا انهم يتحكموا في مشاعرهم وما يظهروا التعلق ده بشكله ممكن يكون خنقه. الطرف الثاني كيف يقدر يتفهم انه الموضوع الزايد عن حده حيخرب العلاقه دي؟ اذا كان التعلق ظاهر، يعني بشكل ظاهر زي ما انت هسه ذكرت، ده افضل للطرفين. ليه؟ لما يكون ظاهر بالطريقه دي هو بيمشي، فهي بتحس الله صدمه، فبتبدا تشوف انا عملت شنو خلاه يمشي، تحس انه النقص منها هي. بالظبط، بتبدا تشوف انه هنا في مشكله. اذا كان التعلق غير ظاهر، يعني هي من جوا متضايقه انه هو ما موجود، لكن ما بتقول ليه الكلام ده، او هو ما بيقول ليها الكلام ده، حيكون في نوع من انواع التعاسه في العلاقه بصوره تدريجيه. ليه؟ هي ما مبسوطه، لكن ما عايزه توصل عدم انبساطها للطرف الثاني عشان ما يتضايق. هي ما عايزه توصل. اي احنا وصلنا للفاصل الاعلان الاخير، وهنرجع نتواصل معك ان شاء الله. اوكي نتعلم. هذه عودة من جديد إليكم متابعينا، ما زلنا مستمرين في موضوعنا العلاقات العاطفية وصولا لمرحلة التعلق. معنا كوتش عطيات. يا كوتش، أنت يعني كوتش ترينر ومدربة تنمية بشرية، أكيد بتشوفي حالات على أرض الواقع، بيجي بيتكلموا معك وبيجوا كثير من المشاكل بيكونوا حصلوا مرحلة إلى حد ما مرضية، الحلول والنصائح اللي بتقدميهم لها؟ أول شيء عشان إحنا فعلا التعلق بالذات هو الحياة بتاعته كثير شديد. ليه؟ لأنه إحنا ما عندنا معرفة بالحب، يعني الصورة النمطية عندنا للحب شوية غلط أو فوق نوع من أنواع الغلط، اللي أنت لازم تكونوا مع بعض 24 ساعة، لازم تكونوا عارفين أخبار بعض، ودي غلط. يعني ما في بني آدم بيتحمل إنه يكون في بني آدم تاني 24 ساعة لاصق فيه وداير يفهم حاصل معه شنو. فعشان نقدر نعالج التعلق، أول شيء نعرف أنا الطرف اللي أنا متعلقة به ده متعلقة به ليه؟ أنا بستمد منه شعور شنو؟ هي غالبا بيكون يا سعادة يا أمان. والحي دي غالبا بتكون عند الاشخاص اللي عندهم فقد في يعني في الابوين مثلا. صحيح. البيت اللي بتكون مثلا ما تربت مع ابوها لسبب ما، فبتبدا تفتش عن الرجل تحس معه بالامان، شعور الامان. ونفس الشيء في الطرف الذكوري يعني. فالفكره احنا اولا شيء انا ليه متعلق بالشخص ده؟ انا بستمد منه شعور شنو بالضبط؟ دي اول خطوه. طيب انا عرفت الشعور انا بستمد، طيب مثلا انا بستمد من الزول ده شعور السعاده، طب انا كيف ممكن ازيد شعور السعاده في حياتي بعيدا عن الشخص ده؟ يعني شنو حياتي اللي انا ممكن ابدا اعملها ابعد من بعيدا عن الشخص ده، اخذته على الجنب، اشوف شنو هي الاشياء اللي ممكن اعملها احس بها بالسعاده. نفس الشيء في شعور الامان، شنو الاشياء اللي ممكن انا اعملها تحسسني بالامان اكثر؟ ممكن مثلا اذا انت عندك مقدره ماليه تجيب لك مثلا سكيورتي او اي شيء يحسسك بالامان او كذا. تبدي تفهم انه الامان هو شعور داخلي انت بتستنبطيه. طبعا مصطفى بيضحك. لا حصل سكيورتي. سكيورتي يا ما كل الناس ادم موجود يا اخي. لا ادم موجود يعني افضل امان. اوكي لكن امان يعني امان فري. الامان المفترض هو شعور احنا موجود عندنا من الداخل. صح. اذا في ادم ما فيش ادم، واذا في حواء وما فيش حواء نفس الفكره يعني. فابدا اعرف ان الامان هو من رب العالمين. صحيح. هو شعور انا مفترض اني استمده من عند الله. طبعا. من عند الله سبحانه وتعالى. غير كده اي مكان خارج انا بستمد من الامان بيكون مكان خاطئ. تماما. بيكون دائما انت في حاله حوجه او انت في حاله حوجه للشخص ده، عشان ما عشان انت بتحب الشخص ده، ما عشان الشخص ده وجوده مهم في حياتك، عشان انت محتاج انه يمدك بالشعور ده. وزي ما قلنا انه في اطراف ممكن اذا كانت غير متزنه، الطرف الاخر اذا كان غير متزن
ممكن يستغل الحاجه لصالحه ويبدا انه يوظفك عشان تخدمه تخدم اهدافه بقى تخدم ملذاته ايا كان، لكن بيكون في نوع من انواع الاستغلال. فابدا اني احاول استمد الحاجات دي بعيدا عن الشخص ده واشغل نفسي كتير الفراغ عشان لانه اغلب الناس اللي بيتعلقوا هم اشخاص ما قاعدين يعملوا شيء غالبا يعني، او ما عندهم حياه في حياته. لكن انا ليه اذا انا مثلا عندي كم حاجه انا بعملها ما حكون فاضيه اصلا عشان اتعلق لي بشخص؟ صح طيب. ولا ما غلط؟ صح. انا امشي معك في جانب ثاني. احيانا هو في حد ذاته التعلق ده لما يكون كثير شديد بيودينا لموضوع ثاني بتاع تملك. تحت تملك يعني انه انا، والتملك ده بالمناسبه ما هي اللي في العلاقات العاطفيه بين الرجل والمراه، لا. حتى اليوم انت اذا عندك صاحبتك شديد ولصيقه بك شديد، لو صاحبت حتى انت ممكن تغيري على يعني طبعاً. انا كيف اقدر اسيطر؟ انت كطرف يعني انت كطرف المتعلق، كطرف المتعلق تسيطر كيف؟ ايوه، ما هو الثاني ده ما خسران يعني، ممكن اصلا الموضوع ما يركز معاه شديد يعني، لكن الزول المتعلق ده اكثر هم طرفين خسرانين طبعا. لكن الشده بتاعت الخساره اكثر عند الشخص المتعلق. ليه؟ لانه بتكون تهدم حياتك عشان طرف ثاني. ابدا اشوف ليه انا متضايق، يعني انت ما حتكون اوريدي انت متضايق في البروسيس دي او في العمليه بتاعت انك انت متعلق بشخص، انت حتكون متضايق طول الوقت، متضايق من بعده منك، متضايق من قربه من شخص ثاني، متضايق من نشاطات خارجيه انت ما جزء منها. فابدا تقعد مع نفسك، لازم تاخذ قرار انه انا بدون الشخص ده موجود، انا كيان مستقيم بدون الشخص ده. احنا ما عندنا يا مصطفى ثقافه انه انا اقعد مع نفسي واتكلم معاها واقول لها انه لازم نعمل الحاجه الفلانيه مع بعض وناخذ قرار. النقطه دي انا بس عايز اجيك فيها، ليه فكره انه فعلا الطرف الاخر اللي انا متعلق به ده اذا هو اصبح ما في الحياه بالنسبه لنا ممكن تنتهي؟ من هو اللي بيعلق الافكار دي جوانا يعني؟ انه احنا نجاحنا حياتنا أبلنا تفاؤلنا مربوط بالطرف الثاني ده. الفكرة دي هل هي ذات صح أم خطأ يعني؟ هي طبعا فكرة خاطئة. الحياة دي بتجينا من نشأتنا في الطفولة. إحنا بيكون يعني في طريق تربية معينة تعرضنا لها، زائدا الثقافة بتاعت المجتمع. ثقافة المجتمع يعني خصوصا أنت لازم تكمل نص دينك، أنت لازم ما بعرف تتزوج. إحنا بتكلم عن إطار العلاقات العاطفية، دائما في إحساس حتمي أنه أنت في شريك لازم يجي يكملك عشان تكون كامل. في حين انك انت الان ما ناقص. صح. انت بتحتاج شخص تتكاملوا مع بعض. والكمال لله يعني. والكمال لله بالضبط. لكن انت بتحتاج شخص تتكاملوا مع بعض، مش هو يكملك عشان انت حتكون دائما في حاله انك انت ناقص. طيب فدي الفكره يعني. طيب. كلام جميل. انا متين اقول لنفسي ستوب واكون وصلت لمرحله. طبعا العلاقات العاطفيه السليمه السويه اللي بتكلل بالزواج دي برع. انا في مرحله هوس او تعلق بقيت اذي نفسي يعني، متين اقول كفايه انا الشخص ده ممكن اتخلى عنه، ممكن او حتى اتعامل معه كاي شخص عادي؟ لما يكون في اويرنس، لما تكوني انت بديتي. ما هو الفكره انا الكلام هسه سهل بيطلع سهل كلام، بس هو الفعل شويه اصعب طبعا اكيد. صحيح. فعشان انا اقدر ابني في نفسي العضله دي لازم ابدا اني اتدرب. اتدرب اني اقعد مع نفسي براي، اخذ لي زمن اني ابدا احس فيه تضريباتي زي ما بنقول كده عندنا بالدارج، اضرب حساباتي انا في حياه الشخص ده هل زي ما هو في حياتي؟ هل انا اولويه في حياته بالطريقه اللي انا هو اولويه في حياتي؟ انا ليه بديه مشاعر بالطريقه دي؟ ليه انا يعني اقعد احاسب؟ والعطاء من طرف واحد دائما بالضبط ده عطاء مهدر، دائما عطاء من طرف واحد هو عطاء مهدر، في النهايه بتاخذ فوق راسك يا اما يستغلك يا اما خلاك ومشى. فعشان احنا ما ندخل في الحته دي من البدايه الناس تكون تبني عندنا عضله الوعي انه اكون واعي بنفسي في اللحظه. ولازم يعني مثلا في كثير من الناس بيقول لك التامل مفيد، التنفس مفيد، اليوغا مفيد. لو انت بعيدا عن كل الاشياء دي ما بتحب الاشياء دي كوقعها لك، انت ممكن وانت قاعد في المصلايه تاخذ لك كم دقيقه كده مع نفسك وسكون، لانه الشخص المتعلق دائما بيكون مشغول. ايوه دائما بيكون مشغول، شاغل راسه باشياء كثيره، افكار كثيره، عمل شنو يسوي شنو كده. فعشان انت ما تكون نفسك في الحته دي نركز شويه، نقعد في مصلاياتنا دي ونهدى مع الزمن بالتدريب المستمر. مع الزمن ماكسيمم نقول شهر اذا انت متعلق جدا، ممكن يكون اكثر من كده. طب شوي شوي بتبدا انك تهدى وتعرف انه لا انا بعمل فيه ده غلط، تعرف ذاته قيمه ذاتك انت برضه، ما عندك كيان وعندك ذات. صحيح. كنت شيء عطيه اذكر انا سعيد بوجودك معنا، وشكرا على الدردشه اللطيفه في الجزئيه الاخيره من خلال مساجد وتعلق
العاطفي وإلى وصلنا من خيرك للنصائح. شكرا كثر خيرك، نورتينا. تسلم بينوركم. تسلم. نحن وصلنا لختام هذه الحلقة. أكيد يا مصطفى، وكان فيها كثير من التعلق العاطفي مسألة مهمة. يعني أبو المتنبي قال شنو؟ قال من صاحب الدنيا طويلا تقلبت على عينيه حتى يرى صدقها كذبة. ودي مرحلة بعيدة يعني في التعلق، وفي انك انت تفكر في اشياء وتتوقع اشياء كثيرة جدا. طبعا بعد ختامك ده انا ما عندي كلام، ده احلى ختام يا مصطفى. شكرا بهذا كثر خيرك. مشاهدينا دائما على المحبة، نلتقي الى اللقاء. ذكرتي شيريلك وكل من قال يا حبيبي ذكرتي شيريلك، وأي عاشق لو تغنى كنت لازم شافني عينك يا أمين. We
والبراءة والوداعة بإشارة من جفونك قلبي قال سمعا وطاعة.